بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مكملين وياكم بالفيديوهات. بعدنا ببروتوكول الريب. بهذا الفيديو نريد نسوي ديفولت راوت يطلع من راوتر 7 لكل النيتورك من خلال هذا السويتش عبر راوتر 11 وراوتر 1. في حال كان هذا راوتر 7 يحتوي بالراوتنج تيبل مالته على 192.168.10، بالتأكيد راوتر 9 اعلنها بالريب راوتر 7. فاذا نجي جوا راوتر 7 هنا نسوي show IP route، نشوف النيتورك 192.168.10، هاي هنا 192.168.10 موجودة. فما دام هاي موجودة نريد الديفولت راوت ينعلن. نجي configure terminal، نسوي IP prefix list، نسوي match، أول شي نطيها اسم rib ونسويها permit بالنسبة 192.168.10.0/24. نجي وراها نسوي راوت ماب، ايضا راح نسميها ريب بيرميت. وراها نقول له ماتش اي بي ادريس بريفكس، شو اسم البريفكس؟ ريب. من انت سويت لها ماتش راح يعبر هذا الديفولت. فراح نجي نسوي جوا راوتر ريب ديفولت information originate via route map rep. فهسه اذا نجي احنا براوتر واحد اللي هو مستلم من راوتر 7، المفروض يستلم default route. استلم هنا default route. في حالة جينا من راوتر 9 interface configure interface loopback 10 وسوينا له shut down وسوينا do clear IP route. وراها جينا ايضا على راوتر واحد على مود نشوف، راح تشوف انه المفروض شال هذا الديفولت راوت مثل ما تلاحظون. ذا يكتب لك نوت سيت الان شال هاي الصفاره. في حال انت رجعت قلت له نو شت داون لهذا اللوب باك، المفروض من ترجع على راوتر واحد المفروض يرجع لك الديفولت راوت مالتك مثل ما تشوفون. لاست ريزورت رجع، واذا تنزل لي جوا راح تلقى الديفولت راوت موجود. زين هسه احنا نريد بطريقة اخرى. هسه اذا جينا جوا راوتر 9 وسوينا do show IP route راح تشوف موجود عندك الديفولت راوت مستلمة من راوتر 7. فاحنا نريد راوتر 7 فقط يطلع الديفولت راوت من هذا السويتش وما يطلعها راوتر 9. نقدر نسويها بطريقة اخرى عن الفيديو السابق. نجي براوتر 7 نسوي IP prefix list، نسمي هاي البريفكس دي دي باعتبار deny default route، وهنا نجي نسويها deny للديفولت راوت. وبعدين نفس هاي البريفكس ليست لكن حنسوي permit للall، نقول له less than 32. معناها هنا شوفوا الفرق، هنا دا تقول له هاي النيتورك اللي هي 0.0.0/0 اللي هي الديفولت راوت، لكن هنا من قلنا له 32 less than 32 معناها اي نيتورك باي ماسك، هذا دا تقول له الماسك سواء كان 32 31 29 28 16 8 4 قبله عدا هذا اللي بالسطر الاول اللي هو specific default route. فاحنا سوينا هسه البريفكس. بعدين نجي جوا الراوتر ريب وراها نقول له ديستريبيوت ليست، وراها نحدد البريفكس اللي اسمها دي دي، وراها نقول له اوت من الانترفيس فاست 2/0 على مود لا يطلع الابديت مال ديفولت راوت الراوتر 9. فراح نقول له فاست 2/0، وراها نسوي دو كلير اي بي راوت.
ونرجع نشوف الابديت من راوتر 9. مثل ما تشوفون الديفولت راوت موجود هنا قبل شوية، لازم هسه ينشال فنسوي دو شو اي بي راوت. راح نلاحظ اختفى الديفولت راوت، مع العلم اذا نيجي على راوتر واحد لازم يكون بعده موجود. مثل ما تشوفون هنا بعده الديفولت راوت موجود. هسه راح تظهر عندنا مشكلة اخرى، انه هي مشكلة الوقت بالنسبة للرد مثل ما شرحنا التايمرات. فاذا هسه جينا جوا راوتر 7 سوينا دو شو اي بي راوت، هنا راح نشوف 192.168.10 موجودة اللي هي هاي النيتورك. واذا جينا سوينا دو شو ران سكشن راوت ماب، راح تلاحظ الراوت ماب موجودة هنا. نطبق البريفكس ليست اللي اسمها ريب، فسوي دو شو اي بي بريفكس. راح تلاحظ انه عندك البريفكس هنا مسوية ماتش على 192.168.10، يعني في حال هاي 192.168.10 موجودة عندي اني اعلن ديفولت راوت للبقية. فنجي على راوتر واحد راح نشوف انه موجود هذا الديفولت راوت، لكن في حالة انه هذا اللينك صار داون فانقطعت النيبر شيب بين راوتر 9 وراوتر 7، شفنا بالفيديوهات السابقة شلون راح تطول عملية انه راوتر 7 يعرف انه هاي النيتورك داون اكثر من 4 الى 5 دقائق. فبهاي الحالة احنا نريد نسوي تسريع عملية ازالة الديفولت راوت على هذا الشرط. فنيجي احنا براوتر 7 شو نسوي؟ فهسه هذا راوتر 7 ايش راح نسوي بيه؟ اي بي اس ال اي 1 نسوي ايكو او اي سي ام بي ايكو ونبنق على 192.168.10.10. طبعا اكو بينج حاليا 192.168.10.10. وراها شو نسوي؟ نسوي كل 5 ثواني تتكرر هاي العمليه. وراها نسوي اكزيت اي بي اس ال اي schedule start now live forever. وراها نسوي track 1 rtr 1 للSLI 1. وراها شو نسوي؟ راح نسوي فد لعبة، نسوي IP route static route 200 اي بي 200 ماكو بالنيتورك وبالشركة اللي اني نفترض دا اشتغل بيها. اي اي بي اخذه مثلا لا على التعيين، حتى لو رينج برايفت رينج اني ما مستخدمه، المهم يكون ما موجود وما يأثر على اي خدمة من الخدمات اللي انا مسويها. فسويت هنا لوب كأنه لوب باك بس هو ما موجود، يعني فول ماسك انطيته وانطيته روته على النل، يعني روته على الانترفيس الوهمي او ما يسمى بالثقب الاسود نل زيرو. ووراها قلت له ارتبط انت بالتراك واحد. فهسه اذا جينا نسوي دو شو اي بي راوت راح نشوفه نزل بالراوتينج تيبل. شوف هذا الستاتيك هنا دا يقول لك انت مروت 200 على 32 للنل زيرو، زين نزل بالراوتينج تيبل. فراح نرجع هسه دو شو ران حتى نشوف الراوت ماب مالتنا. هاي الراوت ماب هياتها، قلنا له ماتش البريفكس ليست الريب. فاحنا هسه شو نسوي اول شغلة؟ اول شغلة نقول له نو اي بي البريفكس ليست اللي اسمها ريب، ونرجع من جديد نكريتها اي بي البريفكس ليست اللي سميناها ريب. نقول له permit النيتورك 200 200 200 200 على 32. اوكي، فهسه ايش صار عندنا بالراوت ماب؟ ده يقول لك صار هذا الاي بي اللي هو ما موجود اصلا، اذا موجود بالراوتينج تيبل انا ايش راح اسوي؟ راح اعلن ديفولت راوت اللي هياتها هاي الراوت ماب اللي اسمها ريب. دي يقول له ماتش الاي بي ادريس بريفكس ليست ريب، فدي يقول لك شو ماتش؟ قال له دور بالراوتنج تيبل على هذا الاي بي. اوكي موجود هو حاليا، زين احنا شو استفادينا بهاي الحاله؟ استفادينا انه
انه حاليا اذا نجي نسوي شت داون للانترفيس من راوتر 9، جينا هنا خلينا نشوف الانترفيس شنو هو. 2 فاست 2 على 0، انترفيس فاست 2 على 0، سوينا له شت داون. راح نرجع الراوتر 7، راوتر 7 بالاس ال اي ديبنج على اللوب باك، فراح يروح البينج على اللوب باك. فايش راح يصير؟ التراكينج راح يطفى. فمن طفى التراكينج ايش صار؟ دو شو اي بي راوت راح يشيل الستاتيك اللي كان موجود قبل شويه، اللي هو هذا الستاتيك هنا كان، هسه شوفه ماكو، انشال عندك هذا الستاتيك. فمن شال الستاتيك البريفكس ليست عندك دو شو اي بي بريفكس اللي تسوي ماتشنج على هذا الاي بي ومطبق جوا الراوت ماب ما راح تلقاه موجود بالراوتنج تيبل. فبالتالي الديفولت راوت اذا راح تجي هنا تسوي شو اي بي راوت اللي هو حاليا موجود، مثل ما تشوفون اخر مره شفناه كان موجود، راح ينشال بشغله ثواني. هذا يسموه ريلايبل ديفولت راوت وذ ريب. اشوفكم بفيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.